وها نحن اليوم نحضر مرة أخرى لنودع رجلا من أهل الله سبحانه وتعالى عز وجل، عاش بالله ولله ومع الله، عاش مع كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. نودع معه ما كان يحمله في قلبه وما كان عليه من أخلاق ومروءة، نودع الصدق والإخلاص والتقوى والجهاد والتبتل لله سبحانه وتعالى عز وجل. فقد كانوا رحمه الله كلهم على قلب رجل واحد، آووا دعوة الله حيث تنكرها الناس، وجاهدوا في سبيل الله حيث خلص الناس، وقالوا كلمة الحق في الوقت الذي لم يستطع أحد أن يتفوه بها. فلولاهم بعد الله سبحانه وتعالى عز وجل ما كنا نحن، وما كان هذا الجمع، وما صار هذا النور في هذه القلوب. فالفضل بعد الله تعالى عز وجل يرجع إليهم، صبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا النفيسة والغال لأجل نصرة الله سبحانه وتعالى عز وجل، ووقفوا مع الحبيب المرشد رحمه الله وقفة رجل واحد، كانوا معه في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المرشد والمكره، وظلوا على العهد حتى لقوا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عن أحسن الجزاء. خدموا دعوة الله سبحانه وتعالى عز وجل، بذلوا ما في وسعهم، انتقلوا إلى جوار ربهم وتركوا الأمانة في أعناقنا. فماذا نحن فاعلون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يسلك بنا سبل السلام، وأن يجعلنا على أثرهم، وأن يلحقنا بهم مسلمين محسنين تائبين طائعين لله رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخانا في عباده الصالحين. فإن كنا نحن في هذه اللحظة نعيش الأطراح لفقدان حبيب من أحبتنا، وأبا من آبائنا، وأخا من إخواننا، ولكن هناك في عالم الملكوت فهم يعيشون الأفراح، يعيشون الأفراح بقدومه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يثبتنا على القول الثابت حتى نلقاهم وهو عنا راض، وما ذلك عليه بعزيز. الله تعالى خلقنا أيها الأحباب لنعبد الله سبحانه وتعالى عز وجل، ثم ننتقل إلى جبار ربنا. والعبودية هي التذلل، هي المسكنة، هي الإخبات، هي الحب، هي الرحمة، هي الخوف من الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذه المعاني التي تكاد تندثر في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة أصبحت عبادة جافة لا روح فيها. وهؤلاء الذين نودعهم عاشوا معاني العبودية لله سبحانه وتعالى عز وجل، فيجب أن نحيي هذه المعاني. كانوا قائمين بالحق، يحضرون مجالس الإيمان رغم مرضهم ورغم شيخوختهم، يحملون حملا لحضور مجلس الخير ومجلس الإيمان. فينبغي أن نكون معهم وأن نكون على أثرهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى عز وجل. فهم أدوا وظيفتهم، ونحن ما زلنا على قيد الحياة، وما زال أمامنا ويقات لا بد أن نملأها بما كانوا يملؤونها من ذكر الله، من قرب، من تقرب إلى الله، من رفق ورحمة بخلق الله سبحانه وتعالى عز وجل. لعل هذا النور يسري إن شاء الله تعالى في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وبعدها أمة الدعوة، وما ذلك عليه بعزيز. فهذا هي الغاية التي تجمعنا، أن نكون من أهل العدل، وأن نكون من أهل الإحسان،
أن نعبد الله كأننا نراه، على الأقل إن لم نكن نراه فهو يرانا، أن نعيش القرب من الله سبحانه وتعالى عز وجل. تقبل الله منكم وجزاكم الله أحسن جزاء، وتقبل خطواتكم، وجعلنا وإياكم من محبوبين إليه، المكرمين عنده، من عباده المصطفين الخيار. نخلص الدعاء لأخينا سيدي علي، صلى الله تعالى أن يعلي مقامه عنده سبحانه وتعالى عز وجل. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم من حيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. اللهم إن كان أخونا محسن فزيد إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وألحقه بالصالحين من عبادك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وعامله بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. واصله بالماء والثلج والبرد. اللهم كن خليفة له في أولاده وفي أهله وفي أحبته. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم اصلح أحياءنا، تول أمورنا، سدد خطانا، ألهمنا أمور رشدنا، كلنا ولينا ونصيره. اختم بالصالحات أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اجعلنا من مجاهدين في سبيلك، اجعلنا من أحبابك وأوليائك وأصفيائك، اجعلنا من المكرمين عندك، من عبادك المصطفين الخيار، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ممن يخشونك ولا يخشون أحد سواك، ممن يذكرونك آناء الليل وأطراف النهار. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.